الأخ الكريم الدكتور حيدر والتجربة السودانية في هذا الشأن. الحقيقة كسودانيين حاولنا أن نفتدي أو نفدي الدول العربية الأخرى بأنه الأخوان المسلمين يجربوا علينا التجربة، ولكن للأسف الناس ما استفادت من الحكاية دي. كنت بقول للأخوان المصريين ما حصل في السودان وخلوا بالكم، بيقول لي مصر ما هياش السودان. بقول لهم لكن الأخوان هم الأخوان. فلذلك أنا مع الأخ علي في مسألة لا بد من قدر من التعميم، لأن التعميم هو الذي يوصلنا إلى القوانين. فلذلك أنا ببدأ بالعام ثم آتي للخاص، إنه أين تكمن مشكلة أو أزمة الحركات الإسلامية أو الإسلاموية. أنا بالمناسبة لما أقول الإسلاموية ليس تحقيرا، ولكنه مصطلح علمي عندي، مسلم وإسلامي وإسلاموي. امبارح الأخ كان بيقول كلنا إسلاميين، أنا كنت بقول ليه لا، كلنا مسلمين ممكن نكون. المسلم هو الذي يقوم بأداء صلاته ويحاول أن تكون معاملاته معاملات دينية، ويقوم بالصيام والأركان الخمسة اللي موجودة في الدين، هذا مسلم. الإسلامي له نظرة في إنه الإسلام عنده بعد حضاري شامل قادر لحل كل المشكلات، ده يكون إسلامي. الإسلاموي بيغلب السياسة والسلطة على كل شيء. فلذلك عندما أقول إسلامي وإسلاموي أفرق بين من يعتبر الإسلام دين شامل في الإسلامي، والإسلاموي اللي مهووس ومهجوس بمسألة السلطة اللي هي الوحيدة القادرة على أن تقوم بذلك. لذلك مثلا في مصر أنا ممكن لحد كبير أعتبر طارق البشري إسلامي، لكن فهمي هويدي إسلاموي. في تونس ممكن أعتبر صلاح الدين الدورشي والنيفرة والجماعة ديل إسلاميين، ولكن الغنوشي إسلاموي. لذلك المقدمة دي ضرورية في الورقة، أنا مستعمل كلمة إسلاموي ليس تعقيرا، وهي ترجمة ممكن تكون لإسلاميست وإسلاميستيك في وموجودة علمي وعلموي اقتصادي واقتصادوي سياسي وسياسوي. النقطة دي هامة، أنا لا أريد تحقير حد واحتفظ بالاحترام لكل الفئات ولكل التيارات. مشكلة الحركات الإسلامية والإسلاموية ككل أنها جاءت في فترة تاريخية يمكن أن تسميها فترة النهايات، فجاءت والعولمة في قمتها، فلذلك أصبحوا مطالبين إنه يحلوا إشكال عنده طابع الحضاري وعنده طابع سياسي، إنه كيف يكونوا جزءا من العصر وكيف يكونوا هم، يعني الخصوصية اللي بيقولوها دي إنه يكونوا مسلمين داخل عصر جديد فيه العولمة وصلت ما وصلت إليه. فكان لابد لهم أن يحلوا هذه المشكلة، لأنه ظهرت قيم عندها طابع إنساني، حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحريات، هذه لم تعد قيما غربية، هذه قيم إنسانية. لو كان مصدرها غربي، ولكنها مصدرها قد يكون غربي لكنها أصبحت قيم إنسانية. فلذلك أول سؤال كان مفروض تجيب عليه الحركات الإسلامية، كيف يمكن أن تجيب على القيم الإنسانية اللي موجودة الآن ضمن منظورة الإسلامي، ديمقراطية، حقوق إنسان، حريات، مرأة، آخر، إلى آخر إلى آخر. ولكن وهذا هو مكمن الأزمة اللي وقعت فيها الحركات الإسلامية، أنهم لا تاريخيين وغير واقعيين، بيتعاملوا كونوا أيديولوجيا من الدين وعايزين يدخلوا الواقع داخل الأيديولوجيا، ودي المشكلة هنا، هذه الأزمة جات هنا.
يعني بدل ما ينظروا للواقع ويطلعوا من الواقع الحدود الحلول، هم عندهم تصور مسبق، ايديولوجيه مسبقه، عايزين يدخلوا الواقع في الايديولوجيا يعني، فلذلك دخلوا في هذه الازمه. ازمتهم الثانيه بالذات في الموضوع الخاص بمساله السياسه، انه لا يوجد فقه سياسي اسلامي يمكن لهم ان ياخذوا منه. الفقه الاسلامي اهتم بالطهارة والنجاسة والمرأة ولم يهتم بمسألة السلطة والحكم بنفس الطريقة اللي اهتم بها بالأجزاء الأخرى. فلذلك الفقه السياسي الإسلامي لم يزودهم بنظريات واضحة في مسألة الحكم، في مسألة السلطة، فكانت هذه مشكلة. يعني ليست لديهم نظريات سياسية أصولية. الحاجة الشيء الثاني، ما عندهم النظريات، ما عندهم الرؤية، وأيضا ما عندهم البرامج. إنه عندما يصلوا للسلطة القضايا الكثيرة المعينة دي يبدأ حلها كيف؟ يعني هذا التصور ما كان موجود. لذلك الإسلاميون هم معارضون جيدون وحكام سيئون. يعني يمكن أن يقولوا ده خطأ ده غلط، لكن بديله شنو؟ ليس لهم بدائل، وهذه مشكلة كبيرة جدا، عدم وجود البدائل. فلذلك لا بد لهم كانوا أن يفشلوا هذا الفشل الواضح. دي تقريبا زي قوانين عامة، لا تاريخيتهم لا واقعيتهم، موقفهم من مسألة الواقع والأيديولوجيا، مسألة وجود فقه إسلامي سياسي عنده نظريات في الحكم، وجود برامج، هذا هو العام. أجي نازل للخاص أو للمحلي اللي هو خاص بالتجربة السودانية. التجربة السودانية أنا بعتقد إنها كان مفروض تعلم الإخوة العرب المسلمين كثيرا، ولكن اتعاملوا معها باستخفاف شديد جدا. الإسلامويون في السودان هم الوحيدين في الدول العربية المد عرضوا لتعذيب ولا دخلوا سجون، ولكن حصل العكس، هم اللي اخترعوا لنا بيوت الأشباح، هم اللي أدخلوا التعذيب لأول مرة في العمل السياسي السوداني. لذلك المشكلة هنا ما مسألة إقصاء، مسألة العقل الإسلامي بيفكر كيف بيتعامل كيف مع الاختلاف. طبعا لو كان بيتعاملوا مع الناس كمعارضين ما كانوا لجوا للتعذيب وما كانوا لجوا للإقصاء، ولكن المعارض كافر، وبالتالي استحل دمه وتعذيبه ويحصل فيه ما يحصل. لأنه الحركة الإسلاموية في السودان البرلمان اللي انقلبت عليه كان عندها فيه 51 نائبا، وكانت تمثل القوة الثالثة فيه. فمشكلتها ليست الاضطهاد ولا المظلومية اللي بتتكرر، يعني نحن الناس اللي بيتكلموا لنا بالطريقة العاطفية دي المظلومية، يسألوا نفسهم لماذا ظلموا؟ هم كانوا أنفسهم يظلمون، لأنه بيقفوا ضد الناس التانين، بيكفروا الناس التانين. جاءت تجربة الآن في السودان، هم مسكوا السلطة كاملة، لا منعوا الأحزاب المعارضة، حلوا النقابات. هذا نظام شمولي إسلاموي لمدة 25 سنة يحكم مفردا، يعني ما يقولوا ما جربونا، أخذنا سنة واحدة وكانوا بيجرجروا فينا وكانوا بيعرضونا والإعلام الإيه والغير. ديل أخذوا ربع قرن كاملا وبمفردهم. فماذا فعلوا بالسودان وماذا فعلوا بالسودانيين؟ طبعا الأزمة أنا أجي راجع أيضا لمسألة عدم واقعيات الحركات الإسلامية. الحركات الإسلامية أو الإسلامية في السودان ما فهم الواقع الإسلامي. هنالك ما يمكن تسميته بالإسلام السوداني، أو كانوا الخواجات بيكتبوه البوبيور الإسلام، الإسلام الشعبي. الآن لما
عندما تتفرج في التلفزيون الخاص بالمشروع الحضاري بالدولة الإسلامية بتلقاه من بدايته إلى نهايته 80% منه رقص وغناء، يعني ما قرآن. ليه؟ لأنه الثقافة المحلية السودانية بتحب الغناء والرقص. فلذلك تقل أنا أتمنى فعلا أنكم تتابعوا القنوات السودانية. نعم؟ فلذلك هم ما لم يستطيعوا فهم الثقافات المحلية في السودان. الإسلام لما دخل السودان ما دخل من خلال الفقهاء، دخل من خلال التجار والناس الهاربين منه. فلذلك لم يدخلوا دين سني فقهي واضح، يعني ما أرثوذكس إسلام، الإسلام كما هو موجود في الكتاب. لذلك قبلوا بالواقع المحلي بالثقافات المحلية. يعني عندنا نحن إلى الآن المولود والدته لما يتم 40 يوم يمشوا إلى النيل ويعملوا شكل زي صليب بالكحل ولا غيره هنا، وأمه تستحمى بمياه نيل. ده ثقافة فرعون، حضارة فرعونية وفاء النيل بيعملوها مسلمين إلى الآن، ما يقدر حد يعملها. وحكاية طقوس الزواج إلى الآن عندنا في السودان هي فرعونية ومسيحية. حسن الترابي نفسه عندما تزوج أحد أبنائه اضطر يعمل الطقوس المحلية الوثنية دي، ولا أهله بيقول له أنت غريب علينا. أنا بقصد قوة الثقافة المحلية في السودان أقوى من الإسلام الداخل عليها. لذلك الإسلام عمل نوع من التكيف مع الثقافة اللي وجدها. فالإسلام اللي في السودان هو إسلام صوفي أكثر، وعندهم علاقات بالطرق الصوفية والولي والكرامة لسه عندنا 5 دقائق. لا يا أخي أنا بدأت. فلذلك الجانب ده لم يستوعبه الإسلاميون في السودان بصورة واضحة. طيب بدأ مثلا 5 دقائق، أنا سأظل أقفز على عدد كبير وأجي داخل في قلب التجربة. إنه الإسلاميون في السلطة ماذا فعلوا عندما وصلوا للسلطة؟ أول شيء سموه مشروع حضاري إسلامي، والحاجة الثانية اللي قالوا عليها أنهم يريدون إعادة صياغة الإنسان السوداني، وعملوا وزارة اسمها وزارة التخطيط الاجتماعي، مش التخطيط الاقتصادي، وزارة التخطيط الاجتماعي، عشان تبرز انه عايزة تعمل سوداني جديد. يلبس كيف؟ يصحى من النوم الساعة كم؟ يعمل حفلاته كيف؟ سموها كده بصورة واضحة اعادة صياغة الانسان السوداني. ولذلك حكاية الاقصاء ان احنا بنتكلم عنها امس بعاطفية شديدة جدا، دي الناس في السلطة مارسوا الاقصاء، يمنعوا مثلا طريقة اللبس، طريقة فالإقصاء كيف المسألة؟ الإقصاء مش مسألة إقصاء سياسي، دي الناس عندما يصلوا إلى السلطة عندهم نموذج لإنسان عايزين يعملوه. ده شيء ما موجود إلا في الفاشية والنازية. هتلر لما جاء عايز يعمل ألماني، دي اللي عايزين يعملوا سوداني يعني، وما قدروا طبعا. المسألة دي دخلتهم في صعوبات شديدة جدا. فلذلك لجأوا لعمل سودانين، الرواية اللي اسمها Tale of Two Cities. هسه الآن الصورة لو أنت مشيت السودان بتلقى في سودانين، سودان بتاع الإسلاميين بتاع السلطة، وسودان بتاع السودانيين بصورة واضحة جدا. طبعا ده في كل المجالات. أول ما جوه للسلطة طلعوا قانون سموه قانون الصالح العام، الفصل حسب قانون الصالح العام، وأنا مفصول حسب المادة 32 من الصالح العام. أيوة، قانون لكل الناس في الوزارات، بيجي خطاب لقد تقرر إحالتك إلى المعاش حسب المادة 32 للصالح العام. لماذا؟ الصالح العام. أيوة الصالح العام. ففصل أعداد بالآلاف
من كل المجالات الوزارات اللي موجودة. عدد آلاف من الناس أصبحوا خارج الخدمة. وبعدين مش وقفوا كده وبس، لكي يكون السودان خاليا من كل هذه فتحوا الباب لأي واحد عايز يطلع. الناس جو القاهرة ومن القاهرة مكاتب الأمم المتحدة، والآن يوجد آلاف السودانيين المؤهلين، الكفاءات كفاءات عالية جدا في الولايات المتحدة وفي كندا وأستراليا، حتى في نيوزيلندا في السودانيين. فالسودانيين المؤهلين الموجودين خارج السودان أكثر من الموجودين داخل السودان، فهم قرروا إنه هذا سودان الإسلامويين. لأنه أيضا مسألة التشغيل من جديد، أول شيء بيسألوك عندما تمشي أنت طالب عايز تشتغل في اتجاهك شنو، اتجاه إسلامي ولا ما اتجاه إسلامي. فبقت الدولة دولة الحزب الواحد تماما بالنسبة للعمل، بالنسبة إلى خير، إلى كل هذه الأشياء. الشيء الهام وده التحدي الفشل فيه الأخوان المسلمين عندنا تماما، قبول الآخر أو وضعية غير المسلمين داخل الدولة الإسلامية. أنا زي ما قلت امبارح، ما بيهمني الإسلام قال شنو، بيهمني المسلمين بيعملوا شنو. دي الناس قالوا الإسلام ما عارف دولة المدينة كان اليهود فيها عاملين، لا، أنت الآن عندك دولة السودان وعندك غير مسلمين، كيف تضعهم داخل دولة إسلامية؟ أنتوا طبعا كلكم تعرفوا ماذا حصل للجنوب في الآخر، وصلوا لأنه هذا الجنوب عقبة في وجود دولة إسلامية نقية. فلذلك يمكن أن نضحي بالجنوب ثلث الوطن مساحة وثلث الوطن مواطنين سكان وثلث أكثر من ثلث الوطن للموارد الطبيعية من الجانب ده. فهذا فشل كامل. يعني أنا لو جاء أخو، أي أخو مسلم قال لي الأقباط في مصر لن تكون لديهم مشكلة لو جاءت دولة إسلامية، أقول لك كذاب، لأنه أنا قدامي هنا الناس اندمجوا للفترات دي كلها، ما كان في حل غير أن يفصلوا. فلذلك الفكر السياسي الإسلاموي عند جميع الحركات الإسلاموية لم يقدم حلولا لوضعية غير المسلمين في الدولة الإسلامية إذا وصلوا إلى السلطة. التحدي الآخر اللي هو التحدي الاقتصادي. في التحدي الاقتصادي السودان بلد الآن في حد المجاعة، يعني بيجيه يتغذى من الخارج، بيجيه المعونات من الخارج. يتغذى من الخارج. ده على راسنا من فوق. شكرا. اللي حصل بالنسبة للمشكلة الاقتصادية، وهنا بالمناسبة أنا عايز أخرج قليلا لنقطة أعتقد إنها هامة، إلى أي مدى حل الإسلامويون مشكلة العصر والأصل أو الأصالة والمعاصرة؟ يعني هل يمكن للإسلاموي أن يكون علميا عنده عقل علمي وإسلامي في نفس الوقت ولا لا؟ دي مشكلة عويصة جدا. لما جاءت الاقتصاد، والاقتصاد يحتاج إلى علم ويحتاج إلى حسابات ويحتاج إلى غيره، لقوا نفسهم مواجهين في مشكلة، رغم أنه الموارد في السودان كثيرة، ولكن العقل اللي بيشتغل على الموارد عنده مشكلة في أنه يتعامل على مع الموارد دي. كيف عملوا زي مؤتمر للاستراتيجية الاقتصادية، وهذا المؤتمر دعوا له كل ما يعتبره عقول إسلامية، وبدوا 3 أيام وهم يبحثوا كيف نضع خطة تنموية للسودان. وقام أحد المنظرين وهو أستاذ جامعي وأستاذ الكمبيوتر وقال ما يلي، ده في المناقشات: تحدث الدكتور عمر أحمد فضل الله عن إيمانه بإمكانية الاستعانة بالجن المؤمن في كافة محاولات
في كافة محاولات التطور والنهضة. الاستعانة بالجن المؤمن في كافة مجالات التطور والنهضة. ده دكتور أحمد فضل الله، أستاذ كمبيوتر في جامعة الخرطوم ومن واضع الاستراتيجية الاقتصادية للسودان، وقال أن استعانة الإنس بالجن هي مسألة واردة وهناك سوابق كثيرة على ذلك. وقال الدكتور أننا نستطيع أن نستعين بالجن السوداني المؤمن في تفجير الطاقات وكافة الاستخدامات المطلوبة. ونشر في الصحيفة الرسمية السودان الحديث 22 ديسمبر 91. دي للناس اللي عايزين يحلوا مشكلة اقتصادية في السودان. لذلك طيب يلا أنا أختم بنقطة واحدة. طيب نقطة واحدة اللي هي خاصة هنجيبه إن شاء الله. نقطة واحدة خاصة بالمستقبل. يعني أنا ما داير أقول على الأشياء الموجودة دي إنه المستقبل بيكون كيف بنبنوه، لكن أنا بعتقد إنه مشكلة الإسلامويين أن مستقبلهم خلفهم. يعني هم موضوعين من الجانب ده، يعني ما عندهم مستقبل، لأنهم بيريدوا بالعودة للمجتمعات لنموذج عصر ثابي لا يوجد في المستقبل أمامنا، يوجد خلفنا، وهذه هي الأزمة الحقيقية. وشكرا جزيلا. فكرة المجتمعين جيت بدايتها موجودة في مصر. تذكروا حضراتكم كان تصريحات يقول لك نتزوج من بعضنا البعض عشان هما جنس اعلى. فاذا ما دام انت هذه الفكره عندك، اذا انت في ذهنك ان في مجتمع خاص بيك. لما يقول ايه اللهم امتني على مله الاخوان الله. اذا برضو يعني خد بالكم كلام الدكتور حيدر ممكن صحيح ما وصلناش للمرحله دي، انما تستطيع تجد بذور لبعض هذه العناصر في هذا الأمر. لو كنت فاضل لنا سنة واحدة بس كنا وصلنا يعني. أولاً بأشكر أخي الكريم الدكتور حيدر على هذا العرض.